بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوائط والضمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الحوالة والضمان. الحوالة مأخوذة من تحول الشيء من مكان إلى مكان، أي انتقاله من مكان إلى مكان. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الفقهي، الحوالة معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هذا معناها عند الفقهاء. كأن يكون لزيد على عمر 100 ريال، ولعمر على محمد مثلها 100 ريال مثلا، فالمدين الأول يحيل بالدين الذي عليه على الدين الذي له، يحيل ب100 ريال التي عليه على 100 ريال التي له عند محمد، وتبرأ ذمته من الدين الذي عليه لأنه انتقل من ذمته إلى ذمة المحال عليه. والحكمة في تشريع الحوالة ظاهرة، فيها رفق، فيها رفق بالناس، وفيها إعانة على قضاء الديون، فإنها مصلحة محضة، فإن المحيل تبرأ ذمته ويتحول الدين على مدينه، وكذلك صاع المحال لا ضرر عليه، سواء استوفى من هذا أو من هذا، المهم أنه يصل إليه حقه، سواء وصله من مدينه أو وصله من شخص آخر. وكونه يحال بدينه لا ضرر عليه في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتبع على مليء فليتبع. أتبع يعني أحيل، وفي بعض الروايات: من أحيل على مليء فليتبع. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة لما فيها من الرفق بالناس وانتظام مصالحهم. والمليء المراد به القادر على الوفاء، فيشترط في المحال عليه أن يكون قادراً على الوفاء. أما إن كان فقيراً ليس عنده شيء، الحوالة لا تصح، لأنه يتضرر صاحب الدين، المحال يتضرر إذا أحلته على فقير، فإنه يتضرر لأنه لا يجد عنده شيئا، وبالتالي لا تصح الحوالة لأنها أصبحت ضررا.
وكذلك لا بد أن يكون مع غناه باذلا، ما يكون من المماطلين المحتالين، يكون باذلا. فإن كان مماطلا حتى ولو كان غنيا فإنه لا تجوز الحوالة ولا تصح، لأنه يكون على صاحب الدين ضرر. فالملي من توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون قادرا على تسديد الدين الذي أحيل به عليه، والشرط الثاني أن يكون باذلا، إذا طلب منه الحق أداه بدون مماطلة وبدون مراوغة واحتيالات. ولهذا يقولون: الملي هو القادر بماله وببدنه. القادر بماله يسدد، القادر ببدنه ما يماطل ولا، وإذا طلب إلى القضاء يحضر، خلاف الدين الذي على الوالد. إذا صار إنسان له دين على والده لم يكن له أن يحيل به، لأنه ليس للولد مطالبة الوالد. لو قدر أن الوالد عليه دين لولده، فالوالد بإمكانه أن يمتنع من دفع الدين الذي عليه لولده، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذن فلا يحيل الولد بالدين على والده، لأنه يخشى أن الوالد يمتنع، وله حق الامتناع لأنه والد، ولا يقدر أن يشتكيه، لأن القاضي لا يحضر الوالد إذا شكاه الولد، لا يحضر الوالد إذا شكاه الولد أنه ليس له الحق في هذا. نعم. أما الضمان فيأتي بيانه إن شاء الله. نأخذ الحوالة الآن. نعم. برئ المحيل، لأنه نقل الدين من ذمته إلى ذمة مدينة، وقلنا أن صاحب الحق لا ضرر عليه لأن حقه مضمون وسيصل إليه، سواء أخذه من هذا أو من هذا ليس عليه ضرر. وفي قبوله الحوالة رفق بالمحيل، وقد تكون المصلحة للمحال أيضا، قد يكون إنه ما يريد الدراهم في هذا البلد، خاف عليها ولا، فيرغب إنه يتسلم له الدراهم في مكان آخر، يسلم من حملها ويسلم، يكون في هذا مصلحة للمحال أيضا. نعم. اشترط في الحوالة شروط: الأول رضا المحيل، رضا المحيل لأنه حق عليه فلا يجبر على أن يحيل به على آخر. لو قال مثلا صاحب الدين: أنا أبيك تحيلا على دينك الذي لك على فلان، قلنا له الخيار، إن شاء أحالك وإن شاء سدد لك. قال: لا، أبيكم تجبرونه يحولا. نقول: لا، ليس لك حق الإجبار، ليس لك عليه حق الإجبار، أنت مالك إلا سداد دينك، فإذا أراد يسدد لك هو لم يلزمه أن يحيلك. قال: أنا ما أبي الدراهم بالبلد هذا، أبي بلد آخر وبهذا هو لي. وعاد بكيف، هو ما يلزمه أن يحولك، إحنا ما نجبره أن يحولك، كونه يحولك برضاه واختياره شيء، أما إجباره لا، لأنه ليس عليه إلا أن يسدد الدين. الشرط الثاني أن يكون الدين المحال عليه مستقراً،
ثابتا، يكون الدين المحال عليه مستقرا يعني ثابتا. فإن كان الدين المحال عليه غير ثابت لم تصح الحوالة، كالدين على الوالد مثلا، دين الولد على الوالد هذا غير ثابت، لأنه بإمكان الوالد أنه يمتنع لأنه مال ولده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وصلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فلو امتنع الوالد من تسديد الدين لم يجبره الحاكم، أن هذا ماله، مال ولده ماله، فلا تصح الحوالة على الدين الذي على الوالد لأنه غير مستقر. وكذلك ثمن المبيع في مدة الخيار، لو أن البائع أحال بالثمن على لو أن المدين، لو أن المدين البائع يعني البائع الذي باع السلعة، الذي باع السلعة أحال البائع بدين بثمن المبيع على دين له في مدة الخيار، فالدين غير مستقر حتى ينقطع الخيار. مثلا يوضح هذا بالصورة، مثلا باع سيارته على شخص بعشرة آلاف وشرط الخيار مدة أسبوع، صاحب السيارة الذي باعها صاحب السيارة الذي باعها عليه دين للشخص، جاه يطالبه قال أحولك على ثمن السيارة اللي أنا بعت على فلان، تبي مني 10,000 أحولك بها على ثمن السيارة. نقول الحوالة هذه غير صحيحة، لأن ثمن السيارة ما بعد استقر إلى الآن، لأن له الخيار مدة 10 أيام ولا بعد انتهت، فالثمن ما ثبت إلى الآن حتى تحول عليه ما استقر. فلا يجوز الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لأنه غير مستقر، يخشى أنه يفسخ من له الخيار فلا يكون هناك ثمن فيفوت على صاحب الدين حقه. الشرط الثالث اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا. جنس تحول ريال سعودي على ريال سعودي، أو دولار على دولار، لك دولارات تحول على دولارات، لك ريالات سعودية تحول على ريالات سعودية، لك جنيه سوداني ولا إنجليزي ولا مصري تحول على جنيه. أما أنك تحول مع اختلاف الجنس تحول ريالات على دولارات أو العكس، الحوالة غير صحيحة لأن الدينين مختلفان في الجنس، وهذا التحويل يكون صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض، الصرف لا بد فيه من التقابض، ما يقبل الحوالة يدا بيد. هذا اتفاق الدينين جنسا، اتفاق الدينين جنسا. قدرا يتحول بمئة على مئة، مئة ريال على مئة ريال. أما لو حولت ب90 ريال على 100 ريال على أنه يأخذ 100 كلها فهذا حرام لأنه ربا. واحد يبي منك 90 ريال وأنت لك دين على فلان 100 ريال، قال ما يخالف أقبل الحوالة لكن تخلي لي 100 كلها، خلي لي 100 كلها زيادة 10، يقول هذا حرام وربا لأن الدينين مختلفان، الدينين مختلفان، ولا إعطاء للربا ولا يجوز. أما لو كان له دراهم كثيرة على شخص واحد يبي منه مبلغ وحول بمبلغه على من عنده له دراهم كثيرة ما في مانع، وتبقى البقية في ذمة ذاك، في ذمة المحال عليه، يأخذ قدر دينه والباقي يبقى بذمة
من هو عليه ما يخالف، لكن لو قال لا باخذ كل اللي على فلان وله اكثر من حقي ولا هذا ربا ما يجوز، مثل حول التسعين على مئة ما يجوز، حول التسعين على مئة على انه ياخذ تسعين وتبقى عشرة في ذمته، في ذمة المحال عليه لما يجي صاحبها ويطالبها ما يخالف هذا ما في ربا. حلولا فالوقتا يعني اتفاقهما وقتا، فلا يجوز أن يحيل بدين حال على دين مؤجل أو العكس، يحيل بدين مؤجل على دين حال ما يصلح هذا، لازم يحيل بدين حال على دين حال أو دين مؤجل على دين مؤجل يتفقان في الأجل، كل منهم يحل في وقت واحد، أما إذا اختلف في الأجل فإنه لا يصح اختلاف الدينين، هذا مؤجل وهذا حال، أو هذا مؤجل بشهر وهذا مؤجل بسنة ما يصلح، لازم يكون الأجل متفقا في الدينين. هذه شروط الحوالة باختصار. نعم نعم اقرأ. ولصحة الحوالة بشروط أحدها تماثل الحقين، اللي عنده سؤال يكتب ورقة ويجاب عليه بعد الدرس. نعم أحدها تماثل الحقين، لأن الحوالة تحويل الحق ونقله، فيعتبر نقله عن صفته، ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل. فلو أحال هذا معنى قولهم اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا، أو تماثل الدينين جنسا وقدرا ووقتا، المعنى واحد. نعم فلو أحال من عليه أحد نقدين بالآخر لم يصح، مثل دولارات على ريالات أو العكس ما يصح، هذا لأنه صار صرف والصرف لا يصح من غائب. نعم ولو أحال عن المصرية لمنصورية أو عن السحاح لمكسرة لم يصح، اختلاف الصفة لاختلاف الصفة. نعم ولو كان دين أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر، اتفاق الدينين في الأجل في الوقت، يعني في الوقت حلولا وتأجيلا. نعم لم يصح لما سبق. نعم الشرط الثاني أن يحيل برضاه، أن يحيل برضا، رضا المحيل، يشترط رضا المحيل وهو من عليه الحق، من عليه الحق لا يجبر على الحوالة، له أن يسدد مباشرة وله أن يحيل على مدينة، خيار له، أما رضا المحال عليه فليس بمشترط، وكذلك رضا المحال ليس بمشترط. قال صاحب الدينين صاحب الدين لا أنا ما أقبل الحوالة، أنا أبيك تعطينا أنت، أبيك تحوله، نقول لا ما تلزم إنه يعطيك، له يحولك، له إنه يعطيك وله إنه يحولك، لأن مقصودك تحصيل حقك وهو حاصل، سواء أخذته من مدينك أو من المدين الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، يعني فيجب على المحال أن يقبل الحوالة لأنه لا ضرر عليه، فلا يشترط رضا المحال ولا رضا المحال عليه، لأن المحال عليه يجب عليه تسديد الدين سواء لصاحبه أو لوكيله، سواء لصاحبه أو لوكيله وهو المحال. نعم البديل عنه، ما هو وكيل له لكنه بديل عنه، كل واحد يسدده لصاحبه الأصلي أو لصاحبه المحال الذي هو بديل عنه، مطلوب منه التسديد. لا قال لا أنا ما أسدد إلا لصاحبي اللي مدينا، هذا ليس لك في هذا خيار، أنت المقصود منك تسديد الدين سواء سددته لصاحبك الذي له الدين عليك أو سددته لبديله وهو المحال. نعم لأنه لو امتنعوا الناس من قبول الحوالة تعطل هذا الجانب، فاتت مصالح الناس، فمن حكمة الشارع الحكيم
أنه شرع الحوالة رفقا بالناس، تيسيرا عليهم في معاملاتهم. وأنتم ترون الآن الحوالة وش دورها في الاقتصاد، حوالات صار لها دور عظيم في الاقتصاد، لو منعت تعطلت مصالح الناس. نعم. الشرط الثاني أن يحيل الرضا، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها، ولا يعتبر رضا المحال. يعني عندنا أطراف ثلاثة، الحوالة فيها أطراف ثلاثة: محيل ومحال عليه ومحال. أيهم الذي يشترط رضاه؟ الطرف الأول وهو المحيل فقط، أما الطرف الثاني والثالث فلا يشترط رضاهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، في رواية فليتبع. هذا أمر يقتضي الوجوب، ولا تجوز معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لما في ذلك من المصالح. نعم. ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبر، فلزم المحال عليه الأداء إليه. هو لا يقال أنه وكيل، يقال بديلا عنه، لا ما هو وكيل، ما هو يقبض بالوكالة، وإنما يقبضه بالبدلية، بدل أن يسلمه صاحبه الأول يسلمه لمن ينوب عنه ويكون بديلا عنه. نعم. فلزم المحال عليه الأداء إليه كما لو وكله بالاستيفاء منه. الشرط الثالث أن يحين على دين مستقر. مستقر يعني ثابت، يخرج الدين غير المستقر، مثل الدين على الوالد، ومثل الدين في زمن الخيار في البيع، هذا غير مستقر. نعم. الشرط الثالث أن يحين على دين مستقر، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، ولا يأخذ ذلك فيما هو معرض للسقوط والفسخ. نعم. فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلم لم يصح، لأنها تعرض للسقوط بالفسخ لأجل انقطاع الكتابة. ما هي الكتابة؟ كتابة أن يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال، أن يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال يقدمه لمالكه، فإذا قدمه عتق وصار حرا، هذه الكتابة. قال الله تعالى: وكاتبوا والذين يبتغون الكتاب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. معناه لو طلب منكم المماليك أن يشتروا أنفسهم بمال يؤدونه لكم ويعتقون، فإن الأفضل أن تجيبوهم ولا تمتنعوا من ذلك، لأن هذا فيه إعانة على الحرية وإعانة على العتق، ويكون الدين منجما يعني مقسطا، لأنه يعني يضر العبد أنه يدفع الثمن جميعا، يقسط عليه أقساط إلى ما يعتق. هذا دين الكتابة. فإذا تم العقد بين السيد وبين المملوك على هذا، صار المملوك مدينا للسيد، مدينا للسيد، لا يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه. لماذا؟ لأنه عرضة للسقوط، لأن للعبد إنه يتنازل عن العقد، يقول هونت، أنا ببت المملوك، ما بي الحرية، ببت المملوك ولا أريد الكتابة، له الحق في هذا، له الخيار. إذن فيكون الدين الذي عليه غير مستقر، لأن للعبد تعجيز نفسه وإسقاط العقد الذي بينه وبين سيده، ما يلزم سيده.
سيده ما يلزمه بالعقد، لأن دين الكتابة عقد جائز بالنسبة للعبد، عقد جائز. العقد الجائز هو الذي يجوز فسخه، عقد جائز بالنسبة للعبد. نعم. وبالنسبة للسيد أيضا، لو أراد السيد يتنازل عن العقد له ذلك، لأنه عقد جائز لا لازم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما دام أنه ما سدد فهو عبد، ولو ما بزي عليه من دينه إلا درهم واحد. فللسيد يقول هونت، وللعبد أيضا يقول هونت، فالدين غير مستقر. نعم. ولا يجوز ذلك فيما هو معرض للسقوط، فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلام لم يصح. دين السلام اللي تقدم لنا، دين السلام الذي سبق لنا شرحه وبيانه، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. فإذا صار في ذمة زيد طعام لعمر دين سلم، لم يكن لعمر أن يحيل على زيد الذي مسلم إليه. لماذا؟ لأن دين السلم عرضة للفسخ، عرضة للفسخ، لأنه قد ما يجد عند الحلول، ما يجد الطعام، ما صيبت الثمار هذه السنة، الزروع تلفت هذه السنة، ما عنده شيء. فيقال لصاحب السلم: أنت بالخيار، إن شئت أنك تفسخ وتأخذ رأس مالك، وإن شئت أنك تنتظر لما العام القادم وتأخذ السلم الذي أسلمت، أنت بالخيار. إذن صار دين السلم ما هو بثابت، عرضة للفسخ. لو عرض عارض ولا حصل شيء صار عرضة للفسخ عند حلول الأجل، إذا ما استطاع المسلم إليه أن يوفي، فللمسلم أنه يفسخ ويسترد رأس المال ويقول بلاش من العقد، ما صار شيء، أو ينتظر، يبقي العقد وينتظر لما يجيب الله طعام في المستقبل. نعم. لم يصح لأنها تعرض للسقوط والفسخ لأجل انقطاع المسلم، انقطاع المسلم فيه، يعني وقت حلوله. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. والحوالة صرف إلى غيره فلا يجوز. نعم. ومال الكتابة معرض للسقوط للعجز. مال الكتابة عرفنا هو الدين الذي في ذمة المملوك يؤديه لسيده ويعتق، هذا دين الكتابة. وللمكاتب حق في الزكاة، يعان من الزكاة، من مصارف الزكاة، هو من مصارف الزكاة. قال تعالى: وفي الرقاب، المراد بها المكاتبون، يعطون منها. نعم. الشرط الرابع أن يحيل بمال معلوم. نعم. الشرط الرابع أن يحيل بمال معلوم، لأنها إن كانت بيعا فلا يصح للمجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه. اشترط في الحوالة أيضا أن يكون الدين المحال به معلوما، يعني معلوم الجنس والمقدار والصفة، منضبط. إن كان الدين مجهول، واحد مثلا عليه حق لفلان أو شرها لفلان، هذا الحق ما هو معلوم، فلا تصح الحوالة به. نعم. مسألة: ومن أحيل على مدين لزمه أن يحتاله، والمدين الموصل. نعم. وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتبع أحدكم على مدين فليتبع. والإتباع هو الحوالة، إتباع معناه الحوالة.
شرط أن يكون المحال عليه مليئا يعني موسرا. وكذلك من الملاءة أن لا يكون مماطلا، يعني بعض الناس قد يكون غني لكنه مماطل يتعب المحال ويتعب المحال صاحب الحق يحصل عليه ضرر وقد لا يطيقه، يحتاج إلى شكاوى وإلى تعب وإلى يتضرر صاحب الحق. لا بد يكون المحال عليه باذلا ما يتعب الطرف الذي يريد الحق منه. نعم. ولأن للمقيم إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه وقامه بالإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. مسألة. وإن ضمنه عنه ضامن لم يضرأ، وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. هذا الضمان دخل الآن في الضمان، انتهت الحوالة. الضمان في اللغة مأخوذ من تضمن الشيء، من تضمن الشيء إذا دخل فيه. تقول هذه الورقة ضمن هذا الكتاب، هذه الورقة ضمن هذا الكتاب، يعني أنها داخلة فيه والكتاب مشتمل عليها. فالضمان مأخوذ من الضمن، وهو دخول الشيء في الشيء. وتقول هذا الكتاب يتضمن كذا وكذا، يعني يدخل فيه كذا وكذا. أما في الشرع فالضمان معناه تحمل الدين الثابت على شخص أو الذي يثبت عليه في المستقبل، كأن يقول أنا متحمل على فلان، بع عليه ونتحمل، أنا أضمن لك الثمن. أو يقول أي شيء بعته عليه أو فأنا ضامن لك، فيقول مثلا أي شيء استدانه فلان، يعلن مثلا في الجريدة أو يعلن في السوق أي شيء استدانه فلان ابن فلان فأنا ضامن لصاحبه. يصح هذا، يجوز. قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا ضمان، زعيم يعني ضامن. سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني من هو الذي يضمن هذا القول؟ أم نجعل المتقين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. من الذي ضمن لهم أن نجعل المسلمين كالمجرمين؟ من الذي ضمن هذا للكفار؟ يقولون احنا وياهم سواء، أو نحن أحسن منهم، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. من اللي تضمن لكم هذا؟ من اللي قال أنكم ما تعذبون؟ فزعيم معناه ضامن. فالضمان إذن أن يتحمل شخص ما على شخص من الدين أو ما يلحقه في المستقبل، فهو ضامن له. وهذا من عقود الإرفاق أيضا. والقصد من الضمان الإرفاق، ما هو القصد الطمع. ليس للضامن أن يأخذ دراهم على المضمون، حرام أن يقول أضمنك وتعطين كذا وكذا نسبة كذا وكذا، حرام. لماذا؟ مثل القرض، لأن القرض عقد إرفاق المقصود منه الأجر،
والمصلحة للناس، تيسير على المحتاجين، ليس المقصود من الضمان الاستثمار. فالذي يضمن بدراهم بعوض هذا حرام، لأن المقصود من الضمان الإرفاق والإحسان، ليس المقصود الطمع. إحسان، لأن المحتاج الناس ما يثقون به أو ما يعرفون شخصه، يحتاج أن واحد يضمنه لأجل يباع عليه، ولأجل أنه يولى أعمال، لأجل أنه يمسك مقاولات، ففيه مصلحة هذا. لكن لو قال الضامن لا أنا ما أضمن إلا دراهم، يقول هذا باطل حرام، لأن الضمان ما جعل للاستغلال، وإنما جعل للإحسان والأجر والرفق للناس. وأيضا لو جاز هذا ما وجد الناس من يضمنهم. الفقير منين يبي يسوق دراهم للضامن؟ منين يبي يسوق دراهم؟ ما هو تعطل باب الضمان. نعم. وإن ضمنه عنه ضامن لم يضمن، فصار الدين على الضمان. إذا صح الضمان فلصاحب الحق أن يطالب من شاء، يطالب من عليه الدين أو يطالب الضامن، له أن يطالب من شاء منهما، لأن دينه ثابت في ذمة الاثنين. هذا معنى التضمن، صارت ذمة المضمون داخل ضمن ذمة الضامن، فدين الشخص صار في ذمتين، ذمة المدين وذمة الضامن، له الخيار أن يطالب من شاء. فإن طالب المدين وسدد له برئ الضامن، إذا سدد المدين برئ الضامن، وإن سدد الضامن فإنه يرجع على المدين. قال أنا أسدد ما يخالف، ولكن ما يروح حقي. نقول لا، ما يروح حقي، حقيك بذمة المضمون، راجع المضمون وخذ منه حقي. نعم. ولصاحبه مطالبة من شاء، صاحبه يعني صاحب الدين، صاحب الدين المضمون له. نعم. ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، من الضامن أو المضمون، مخير. نعم. لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون. لأن الضمان ضم نعم. لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه بالتزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعا. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، في الحياة والموت، يعني سواء كان الضامن والمضمون عن حيين أو يرجع على التركة، يرجع على تركة الضامن أو يرجع على تركة المضمون عنه إذا ماتوا جميع، نعم، أو مات أحدهما يرجع على تركته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم، والزعيم هو الضامن، ومعنى غارم إن يلزمه أداء الحق الذي ضمنه، الذي ضمنه على أحد يلزمه أداؤه. ولا وش معنى الضمان إذا؟ لو ما يلزمه وش معنى الضمان؟ ما صار له معنى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن. نعم. يقال زعيم وضمين وقبيل وحبيب وصديق، كلها أسماء معناها واحد، زعيم وضمين وحميل، حميل يعني متحمل، وصبير يعني صابر، صابر بأداء الحق. نعم. بمعنى واحد، بمعنى واحد، كلها ألفاظ بمعنى واحد. نعم. مسألة، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأ برئ ضامنه، إذا استوفى من المضمون عنه هو المدين أو أبرأه صاحب الدين، برئ المضمون، برئ الضامن، لأن الحق وصل إلى صاحبه أو سقط. أما إن أخذ من الضامن فإن الضامن يرجع على المضمون عنه، يرجع على المضمون عنه، يطالبه بالدين الذي سدده عنه وأداه عنه.
نعم. لأن الظاهر تبع للمضمون عنه فزاد لزوال أصله كالرهن. لأن ذمة الضامن فرع على ذمة المضمون، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. إذا برئ الأصل برئ الفرع. نعم. وسأل وإن أرى الضامن لم يبرأ الأصلين. لو قال صاحب الدين أنا أبرأتك أيها الضامن، ما أطالبك أبدا ولا بي منك شيء، سقط حقه عليه، سقط حقه عليه، لكن لا يسقط حقه عن المدين، لا يسقط حقه عن المدين، لأن براءة الفرع لا تبرئ الأصل، براءة الفرع لا تبرئ الأصل. نعم. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصلين، لأن التوقيت انحل من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء. نعم. مسألة وإن استوفى الضامن رجع عليه. استوفى من الضامن. نعم. يعني رجع الضامن على المضمون عنه. وإن استوفى من الضامن. نعم. وإن استوفى من الضامن رجع عليه. رجع الضامن على المضمون عليه، يعني يرجع الفرع على الأصل. نعم. يعني رجع الضامن على المضمون عنه. نعم. أما إذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء. أما إذا كان الضامن دفع الدين متبرع فليس له الرجوع، لأنه متبرع. لكن لو دفع بنية الرجوع فإن له الرجوع. نعم. أما إذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء، كما لو بنى دارة بغير إذنه. لو جاء واحد وبنى دار شخص، وجد دار شخص طايحة مختلة وهدمها وبناها من جديد، بناها من جديد، وصاحب الدار ما وكله في بنائه، ليس له الرجوع عليه، لأنه ما أذن له ولا وكله بالقيام بهذا الشيء، فيكون متبرعا، يكون متبرعا. أنا قايل لك تعمر داري، ما وكلتك على هذا، هو متبرع. أنا ما أبيها تعمر بعد، أبيها تبقى أرض، كيف تعمره بدون أنك تستأذني؟ نعم. وإنما الرجوع وفاء الضمان أو قضاءه بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ نعم. وإنما الرجوع وفاء الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع على الوالدين؟ يرجع إذا أدى بنية الرجوع، إنه يرجع. نعم. لو ما قال له المضمون عنه سدد عني، لو ما قال له المضمون عنه سدد عني، لأن هذا معنى الضمان، معنى الضمان أنه إذا طولب يسدد. نعم. على روايتين إحداهما يرجع لأنه قضاء، هذا الذي مشى عليه في الأول، إذا قضى الضامن يرجع على المضمون سواء نوى الرجوع أو لم ينويه، هذا هو الصحيح. نعم. إحداهما يرجع لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به. مبرئ لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان على من هو عليه. لا، ليس بمتبرع، وإنما سدد بموجب الضمان، وهو ينوي أنه يراجع المضمون عنه اللي هو المدين، فله حق، له الحق في هذا. نعم. كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه ثانيا لا يرجع، لأنه تصرف له بغير إذنه فلم يرجع به. لا، هذا ما هو سليم. نعم. كما لو بنى دارة أو أعلن دابته بغير إذنه، هو هذا مثل بنى دارة، بنى دارة ما هو مثل الضمان، لأن اللي بنى الدار هذا بدون إذن يعتبر فضولي، يعتبر تصرف فضولي، بخلاف الضمان هو يوم يضمن، وهو معنى الضمان أنه يسوق
الحق، يدفع الحق، هذا معنى الضمان. أما الفضول اللي جاء وبنى الدار بغير إذن صاحبها، هذا ما أذل في هذا الشيء ولا معه دليل على الرجوع. لكن لو وجد دابة، لزيد تكاد تموت من الجوع وأعلفها بنية الرجوع له ذلك، لأن الدابة لها حرمة، قال أنا بعلفها إلى ما يجي صاحبها بنية الرجوع، نقول نعم، لأن لو تركت ماتت، وهذا حيوان له حرمة خلاف الدار، الدار ما لها حرمة، إذا طاحت ما لها حرمة. نعم. الثانية مسألة معروف كلمة ملي، كلمة ملي فيها معنى البذل، لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم حل عرضه وعقوبته، واللي معناه امتناع الغني عن أداء الحق. نعم. ربما يحيي إلى ملي غير بالغ أو إلى غير ملي. نعم. الشرط الثاني الشرط الحوالة، ذكر المصنف أنه لابد أن يقرب. ربما يحيي إلى ملي غير بالغ، لابد تقييد الشرط. لا، ما إذا حال على غير ملي ما صحت الحوالة من الأصل، ولو رضي المحيل ما تصح الحوالة، لأن يعني فيها ضرر على المحال. نعم. ما تصح الحوالة، لأنه بيتعب المحال عليه ويتضرر، وربما ينفق من الدراهم أكثر من الدين بسبب الشكاوى والأسفار. نعم، فيها ضرر عليه. لا، تأمل أنت ما بعد فهمت المسألة إلى الحين، حجمك تأمل. لا تقيد. نعم. نعم. كيف يعرف أن المماطل أو غير المماطل؟ يعرفونه الناس، يعرفون، ما يحتاج. الناس يعرفون السمعين واللي ما هم سمعين. نعم. وبإمكانه يسأل، بإمكان المحال أنه يسأل قبل الحوالة، يسأل هل فلان معروف وأنه سمع ويعطي الحقوق ولا لا؟ نعم. فإذا ثبت أنه مماطل ما تصح الحوالة. نعم. لا، ما يرجع هذا لأنه ما أذله صاحب، ما يرجع هذا لأنه ما أذله صاحبه ولا هو ضامن، ما ضمن من الأول، هذا يعني فضولي. نعم. لا، ما يصلح هذا، هذا يدخل في الربا، يدخل في الربا. نعم. لأنه إن كان بيعا فهو ربا، وإن لم يكن بيعا، الحوالة اختلفوا فيها هل يبيع ولا ما يبيع، إن كان بيعا فهو ربا صريح، وإن لم تكن الحوالة بيعا فقد أخذ عليها عوضا، والعوض على الحوالة لا يجوز. نعم. سبحان الله، بينها الشارح وبينا الدين المستقر يعني الثابت، يخرج بذلك الدين غير المستقر، كالدين على الوالد للولد، والدين على المكاتب لسيده، والدين دين السلام، كل هذه ثلاثة أمثلة ذكرها الشارح وبيناها. نعم. والدين في مدة الخيار، ثمن المبيع في مدة الخيار، هذا غير مستقر. نعم. الشيخ
وقضية الشيخ حرمه الله إذا مات المقبول عنه وكانت له تركة، فهل للقادم أن يطالب وراثة المقبول عنه بالسداد إذا كانت التركة تكفي بذلك الدين وغيره من الحقوق؟ لا في شك، ما الدين مقدم في تركة الميت على الورثة، فلصاحب الدين يطالب بحقه من تركة الميت المدين. قوله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وكرر هذا سبحانه وتعالى في ثلاث آيات، كرر تقديم الدين، تقديم الدين على الوصية وعلى الورث الإرث، يدل على أهمية الدين. فليس للورثة ميراث إلا بعد تسديد الديون التي على الميت، ولو استغرقت الديون التركة ما صار لهم ميراث. نعم يا شيخ، أظن في قضية الروايتين في الكتاب هذه إذا كان الضامن مثل ما تفضلت فضولي. لا لا، ما يصير فضولي الضامن، لأنه قطع عبارة يا شيخ وإنه الرجوع، وكان الضمان ما يصير الله يهديك الضامن فضولي، الضامن عاقد صاحب لا. عقد يعني سدد الفضولي اللي ما عقد عقد، هذا الفضولي. لا، عبارة يا شيخ كان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه. القضاء، القضاء اللي هو الدفع بغير إذن المضمون عنه، على الرواية الثانية إن الضامن ما يرجع إلا إذا أذن المضمون بأنه سدد. أما على الرواية الأولى وهي الصحيحة أنه يرجع سواء أذن له المضمون عنها أو لم يأذن، لأن هذا مقتضى الضمان. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كانت هناك مشقة على المحال مثل أن يحال على رجل في بلد بعيد، فهل له أن يرفض؟ لا، ليس له أن يرفض، ليس له أن يرفض. وإذا كان البلد بعيد بإمكانه يحول واحد ثاني، إمكانه يحول واحد ثاني. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم إذا كان المبلغ المحال أكثر من الذي مستقر له؟ نعم نعم. ما حكم إذا كان المبلغ المحال أكثر من الذي المستقر الذي على المحال عليه، على أن يأخذ ما عند المحال عليه فقط ولا يطالب بالزيادة؟ ما يجوز هذا. إذا كان الدين المحال به أكثر من الدين المحال عليه بشرط أنه يهدر الزيادة، ما يجوز هذا. أما إذا قال أحولك بعض دينك على ديني اللي عند فلان والباقي يبقى بذمتي، ما يخالف. أنت بي من 200 ريال وأنا لي 100 ريال عند واحد، أحولك ب 100 ريال والمئة الثاني تبقى بذمتي، ما يخالف هذا. يجوز أن يحول ببعض الحق، لكن أنه يحول بدين كثير على دين قليل ويهدر الزيادة، ما يجوز هذا، غريبة. نعم. صلى الله عليه وسلم، من حال إليه يأثم إذا لم يقبل؟ إيه يأثم، نعم، لأنه عاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليتبع ليحتل، إذا أبى صار عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن الزام؟ يلزم، نعم يلزم، إذا توفرت الشروط يلزم. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد ذهبنا إلى البنك لنعطي له الدولارات. لقد ذهبنا إلى البنك لنعطي له الدولارات لكي نأخذها من بلدنا دولارات، فرفض البنك إلا أن تتحول أولا إلى ريالات ثم نأخذها في بلدنا دولارات، وذهبنا إلى أكثر من ذلك ولم نجد حلا، ونحن مضطرون لإيصال حقوقنا إلى أهلها في بلد أخرى، وليس في سبيل إلا هذا كما هو الحال. أعد السؤال. لقد ذهبنا إلى البلد لنعطي له دولارات لكي نأخذها من بلدنا دولارات، فرفض البلد إلا أن تحول أولا إلى ريالات ثم نأخذها في بلدنا دولارات، وذهبنا إلى أكثر من بنك ولم نجد حلا، ونحن مضطرون لإيصال الحقوق إلى أهلها في بلد أخرى، وليس في سبيل إلا هذا كما هو الحال. يعني معنى السؤال أنه شرط عليه البنك أن يصرف الدولارات ريالات، هنا يصرفها ريالات سعودية،
ثم يعطيه بدلها دولارات، بدل الريالات السعودية دولارات في البلد الآخر، هذا ما يجوز، هذا صرف، والصرف لابد فيه من التقابض في المجلس. فاشتروا دولارات وحولوها. الحل أنكم تشترون دولارات من أحد المؤسسات هنا وتحولونها تحويل دولارات، سلم هناك. أما أنكم تسلمون دراهم وتستلمون بدلها دولارات في بلد آخر فهذا صرف غائب لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. قال صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، يدا بيد، يعني خذ وعط في المجلس. بإمكانك تروح وتشري دولارات من غير البنك هذا، تشري دولارات من أحد المؤسسات، من الراجحي ولا من غيره، تشري دولارات تجي للبنك وتعطيها له ويحولها. وإذا عي بنك واحد فيه بنوك أخرى، فيه بنوك أخرى. أنا ما أظن مؤسسة الراجحي أنها تلزمك بأنك تعمل هذا العمل. إذا هي تلزم هذا ما يجوز. أما هم يقولون حنا ما نأخذ الربا ولا نتعامل بالربا، طريق إن هذا ما يجوز، هذا ربا، تحويل دراهم يستلم بدالها دولارات ببلد آخر ما يجوز، إلا على قول من يرى، يعني بعض الفقهاء المعاصرين أو بعض المجامع الفقهية يقولون إن قبض الشيك المسبق إنه بمثابة قبض النقود. فإذا دفعت لدراهم هنا وعطاك بها شيك مصدق على دولارات هناك يقولون هذا بمثابة القبض. لكن هذا القول فيه نظر وفيه مخالفون كثير. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا غائبا منها بناجز. وقبض الشيك ليس قبضا للنقود، وإنما هو قبض سند، قبض سند فقط. نعم. الشيخ يطالب الحاكم، يطالب الحاكم، الحاكم هو اللي يقوم مقام الغائب. أما أهله وش عليهم؟ ما عليهم، لكن يرجع للمحكمة والمحكمة تتولى هذا الشيء لأنها يعني تنوب عن الغائبين. نعم. وفضيلة الشيخ حفظه الله، أرجو أن توضحوا لي مسألة براءة الفرع لا تبرئ الأصل، وهل هذا معناه لو أن صاحب الدين ترك الدين للضامن وتنازل له عنه فهل للضامن حق في الدين من المدين، من المدين، وبذلك يكون المستفيد هو الضامن؟ صاحب الدين ترك الحق للضامن وقال خذها من المضمون عنه، يعني وهبه له، إذا وهبه له ما في مانع. طيب، له أن، له أن يطالب به المضمون عنه. نعم. عندما يأمر شخص في عندما يرغب شخص في شراء سيارة للتقسيط يطالب البائع بكفيل المالي الغرامي فقط، والسؤال: هل هذه الصورة في الشرع تسمى ضمان أو كفالة؟ كافل الغارم هذا الضمان، لأن الضمان معناه الغارم، والناس الآن العوام يقولون كفيل غارم يقصدون الضامن، صاروا يطلقون الكفالة على الضمان. بينهما فرق عند الفقهاء، الكفالة بالبدن، إحضار البدن فقط لا تحمل الدين. واحد عليه حقوق، أنت كفلت أنك تحضره عند المطالبة، تجيبه تحضره عند المطالبة ولا تحملت الدين اللي عليه. فالكفالة إنما هي بالبدن، إحضار الشخص فقط.
دون تحمل ما عليه من الدين، خلاف الضمان فإنه تحمل ما على الشخص من الدين، لكن بعض العوام يطلق الكفالة على الضمان، سمي الضامن كفيل وما هو كذلك. نعم. الزعيم ضامن، هذا الضامن ما هو بالكافل الكفيل. نعم الزعيم هو الضامن. الحوالة على ضعف شيء أو عيبا مصير في تحويل مبلغ من بلد إلى بلد، إذا كان نفس الأمانة نفس النقد يجوز لأخذ أجرة على الحوالة؟ إيه الحوالة يأخذ عليها أجرة، يقولون إن هذه ما هي بأجرة، هذه مقابل أتعاب، مقابل أتعاب الكتاب والسجلات يسمونها عمولة. ها أدري والله عنها، هذه ما أدري. الحوالة ما يؤخذ عليها شيء، لكن إذا فسروها بهذا التفسير يحتاج إلى نظر. نعم. تصير متبرع جزاك الله خير وليس لك شيء، ليس لك شيء على المدين، لأنه ما أذن لك، ما أذن لك، لكن تكون متبرع. نعم. ذكرتم أن الحوالة اختلفوا فيها هل هي دين أم لا، فما هو الراجح؟ الراجح أنها ليست ببيع، الراجح أنها ليست ببيع، وإنما هي عقد مستقل، عقد مستقل لا تسمى بيعا، هذا هو الراجح. وإن سميت بيعا فهذا مستثنى، هذا مستثنى كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك بعض العلماء يقول أن الحوالة خارجة عن القياس، خارجة عن القياس، عقد خارج عن القياس. الإمام ابن القيم يقول لا، الحوالة عقد مستقل وليست خارجة عن القياس، ليست بيعاً، وإنما هي تحويل دين من ذمة إلى ذمة فقط، ليست بيعاً، وهي عقد إرفاق، عقد إرفاق، ليس المقصود منها الاستثمار، وإنما المقصود منها تسهيل المعاملات والإعانة على الوفاء. نعم. نعم. تكون مستثناة من بيع الغائب بالناجز، لكن ما هي بيع. نعم. نعم. لأنكم أخذتم من الشروط تماثل الدينين بالمقدار، فإذا أخذ عليها زيادة ما تماثل بالمقدار، صار واحد زائد. نعم. هذا هو الأصل، لكن هم يقولون لا، إحنا ما أخذناها على أنها زيادة، إحنا أخذناها على أنها أجور، أجور كتاب ومحل، إحنا جروا شو نبي نستفيد، نفتح محل ونحط كتاب وآليات وفكسات ومدري
تلكسات وش نبينا من تعطل المرافق هذه ما يجدون النفس. هذه وجهة نظرهم يحتاج ها؟ كيف؟ البنك مو إلا محيل لأنه لما أخذ الدراهم من الشخص صار مدين لصاحبه. لما دفعت له الدراهم وقلت حولها صار مدين لك هو. صارت في ذمته وصرت مدين لأنه ما هو بياخذ دراهمك هذه ويصرها بإصرار ويروحها على شغلها، لا ياخذها ويتملكها ويعطيك بدلها منك. هي ما صارت حوالة. نعم. نعم. لا ما هي جنس واحد، كل دراهم كل دولة جنس. الدولة السعودية دراهمها جنس والدولة المصرية دراهمها جنس آخر. نعم. ها؟ ما هي فضة؟ لا ما هي فضة، نقد مستقل. الأوراق الصحيح أنها نقود مستقل، ليس لها دخل في الفضة. نقود مستقلة جعلها السلطان نقودا، والنقد هو ما اصطلح الناس عليه وجعلوه نقدا في أي زمان، سواء كان من الذهب والفضة أو من النيكل أو من الورق أو من الكاغد. لأنكم كما عرفتم في الربا أن العلة الثمنية، يعني جعل هذه الأشياء أثمانا للأشياء، يعني قيم. هذا هو الصحيح. نعم. ايه هو يحول الدولار. ايه هذا يجوز؟ ياخذ منك الدولار اللي شريته ويحوله. انا بشتري من البنك نفسه. ايه ياخذ مني الريالات بيعطيني الدولارات بسعر اليوم اللي انا بشتري. استلمت الدولارات انت؟ اعتبر استلمتها لا يعطيها لي في يدي. هذا المشكله. اشتريها لا بد ان اخذها بيدي. ايه هو بيحولها اذا استلمتها بيك وعديتها وقبضتها تعطيه اياها يحولها او تعطيها المكان غيره. اوكي. ايه نعم. وفضيلة الشيخ رحمه الله، اذا كان المحال عليه مماطلا فيقول المحيل في المحال اذهب الى فلان فانني عندك 100 ريال وانت لك 90 ريال، فإن أخذت الدين من ذمتك فخذ دينك وخذ 5 ريالات جزاء تعبك وأعطني 5 دراهم. لا ما يصلح هذا، ما يصلح هذا ولا يفتح هذا الباب. تقول له رح طلع حقي منه وخذ دينك والباقي عن تعبك، ما يصلح. هذه حيلة. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، ما حكم القرآن الذي تقوم به بعض الشركات الكهربائية لأن تشتري منها سلعة ثم تضمنها لك ومن أي خلل فني خلال سنة أو سنتين؟ وبعدين إذا حصل فيها خلل شو تسوي؟ يصلحونها مجانا ولا انكسر شيء؟ ها؟ إذا كان بسبب السماء. إيه. إذا صار الخراب بسبب نقص في الآلة في صناعتها، ها؟ وهم يتحملونه. وإن صار الخراب بسبب المستعمل فهو على المستعمل. ما في شيء، هذا صحيح. أشوف في إيمان طيبة. نعم. أن يحين برضاه لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينه ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل. ظاهر أنكم تبون نشرح ثانية، نشرح الباب ثانية، أنكم توكم تصلونه يمكن ما قريتوه من قبل ولا تأملتموه، تبون نشرح ثانية. لكن الإشكال ما نفرع الشارع أي شرط يتعلق بالمليل أو ببدء المدينة. الشرط الثاني أطلق قال أن يحيل برضا المحيل،
لا، لازم يكون المحال عليه ملي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل على ملي ملي حديث كذا. نعم. إحنا اشترطنا في الملي أمر أنه ملي ونبادل. ونبادل، إيه نعم. ولا تحول على واحد مماطل هات لنا أموال الناس، ما يصلح هذا، تضرر الطرف المسكين هذا. على ظاهر شيخ لا لا، لازم يكون بادل. الملي هو القادر بماله وببدنه، حتى لو صار انه ايضا ما يحضر عند الحاكم، ولا يلزم الحاكم بالحضور مثل الوالد او السلطان، ما تصح الحواله، لاني يعني تضرر. حولتني على واحد ما اقدر احضره عند الحاكم علشان اطالبه بحقي، هذا فيه ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. نعم. لا بد، هذا منكور في الكتب الاخرى معروف. نعم. لا، هذا أكل للمال بالباطل. تأمين على السيارات، على الآدميين، على العمارات، على المراكب، على السفن، على التكاسي، كله حرام، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. نعم. لا، خلاف ما فيها خلاف يعتد به، ما خالف فيها إلا ناس ما يعتد بخلافه من بعض العصريين، لأن التأمين من العقود الجديدة اللي ما سبق لها عند الأولين، عند الفقهاء الأولين ما سبق لها، لكن قواعد الشرع تقتضي المنع لأن فيها غرر وجهالة ومخاطرة وأكل للمال بالباطل، فالقواعد الشرعية تمنع من التأمين. بعض المثقفين، ما نقول فقهاء، بعض المثقفين العصريين حاولوا تجويزها لكن لا يعتد برأيهم، وعرضت على كم مجمع وكم هيئة علمية وكلهم منعوا من هذا، إلا يمكن شخص أو شخصين لا يعتد بهم. نعم. تأمين التعاوني معناه ما هو باستثمارية، تأمين التعاوني إن جماعة يتفقون ويدفعون مبالغ تجمع وتستثمر في المعاملات المباحة، وإذا احتاج أحد أو انكسر أو حصل عليه شيء يعوض من هذا من باب الإعانة، ما هو من باب الاستثمار، ولا يرجع على المتبرعين شيء، لا أرباح ولا رأس مال ولا شيء، يدفعه خلاص للإعانة. الإعانة هذه يسمونها تعاونية ويتسلبون، ما هي بتعاونية، تجارية بعد يسمونها التعاوني الإسلامي، كاتبين التعاوني الإسلامي، وهي تجاريات بس يريدون التغطية بهذا الاسم، وكذبوا على هيئة كبار العلماء، قالوا إنها أجازت هذا، وهيئة كبار العلماء أجازت النوع الذي ذكرته لكم، جماعة يتبرعون مبالغ تجمع وتستثمر في المعاملات المباحة، وإذا احتاج واحد من المشتركين نزلت به جائحة يساعد، ومن استغنى ما يعطى شيء، لأنه أصلاً ما دفعت للاستثمار، هذا التعاوني. إيه، تبرع القصد منه الإعانة، إعانة المحتاج فقط. نعم. ها؟ لا، ما يجوز الإنسان يتوظف فيها لأنها معاملات محرمة، والذي يشتغل فيها يصير يعين على المحرم. نعم. ما يصلح، لازم من التقابض. إلا إنسان هي دراهم تعطيها لهم يحولونها هي بنفسها، ما يحولون بدلها، هي بنفسها، ما يخالف. طونك بدلها ما يصلح، إلا تستلمه في المكان في المجلس. كيف؟ عاد تصرف فيه أنت، إذا قبضت البديل تصرف فيه. نعم. عن طريق الحساب، خصم عن طريق الحساب مباشرة.
كيف؟ ما أدري ما فهمت السؤال. في حساب شيخ في بنك ويريد أن يوكل حقوق البنك المحيل من حسابه إذا محال عليه مبلغا شهريا يخصم الحساب بنفس العمله. ويروح للمستحق. ما يخالف هذا ينوب عنك هذا وكيلا عنك يسدد عنك بالوكالة. نعم. أنت لك رصيد في البنك وتقول للبنك تروحون للي يطالبون بمبالغ تروحون لهم تسديد حقوقهم من هالرصيد هذا. هذه وكالة ما يخالف. نعم. قضية الشيخ رحمه الله إذا وراء رجل مبلغ من البنك الوديعة لا تضمن لأن الوديع أمين لكن بشرط أن يكون حفظها بمكان يليق بها ما فرط حطها في الصندوق في التجوري مع أمواله واخذت سرقت هذا ما عليه لأنه ما فرط أما لو فرط خلاها من طالع ولا صرت عليها وجاء سارق وأخذها فإنه يضمنها لأنه مفرط أما إذا عمل الاحتياطات وحطها مع ماله وصرت عليها وجاء حريق وأكل الجميع لا حول ولا قوة إلا بالله احترق البيت أو دخل سراق وشالوا اللي في البيت أو شالوا حتى الوديعة لي فالوديع ما عليه شيء لأنه ما فرط هذا الشيء خارج عن إرادته خارج عن قدرته. نعم. وقضية الشيخ رحمه الله لدي مبلغ ببنك الإسلامي هل يجوز تكليف البنك بدفع الزكاة عن المبلغ المدخر لديه؟ لدي إيش؟ لدي مبلغ ببنك الإسلامي هل يجوز تكليف البنك بدفع الزكاة عن المبلغ المدخر لديه؟ ما يخالف يجوز التوكيل في دفع الزكاة صار لك مبلغ في شركة ووكلت هذه الشركة أنها تدفع الزكاة أو كان من نظام الشركة لأن المعروف الآن من نظام الشركات أنها تدفع الزكاة عن المساهمين فلا بأس بذلك. طيب نعم مش القصد مش القصد استثمار لا إلا إذا كانت صحيح إسلامية إذا كانت صحيح إنها إسلامية ما تعامل إلا في الحلال فلا بأس. الاسم ما يكفي يعني كلمة إسلامية اليوم أصبحت تطلق على كل شيء علشان التغطية لازم من الحقيقة تدرس نظامها ادرس نظامها واسأل عنها وتحقق إذا ثبت لديك أنها تعامل بالمباح ما في مانع. نعم. كلمة إسلامية لا تأخذها على طول لأنهم صاروا ما يوثق بهم الآن. نعم. ما يخالف يجوز تدفع الزكاة من نفس الدراهم المدخرة ويجوز أن تدفعها من دراهم أخرى راتبك أو غير أفهم. المهم أنك تدفع زكاة هذا المال منه أو من غيره أفهم. نعم. والموظف الذي يأتيه دخل شهري توفير شهري كل شهر يوفر من الراتب هذا يجعل له شهر من السنة مثل رمضان يخرج الزكاة عن جميع ما لديه من السابق واللاحق إلى رمضان من العام القادم وهكذا ما يسع الناس إلا هذا. نعم. إيه نعم احتياطا وتسهيلا على الناس لأنه صعب عليه بكل مبلغ يزكيه إذا تم حوله ما يعرف يجمع ويحط ما يدري إيش اللي تم حوله من اللي ما تم حوله فجب يجعل دفتر المبلغ الفلاني جاني في تاريخ كذا والفلان ريال جاني في تاريخ ريالين جاني
فصعب هذا. فالدين يسر ولله الحمد. اجعل شهر رمضان مثلا أو رجب أو شعبان أو اللي تريد من الأشهر، اجعله ميعادا لإخراج الوفر الذي لديك، إخراج زكاة الوفر الذي لديك. ما كان تم حوله الحمد لله، ما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة ويجوز تعجيل الزكاة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي 5 آلاف ريال حال علي الحول، وأخرجت عنها زكاة المال ليوم اسم المئة مبلغ 5000 ريال، وحال الحول الثاني على نفس المبلغ، هل أخرج الزكاة؟ 5000 عليها ربع العشر، العشر عشر 5500 ريال، نصف 500 250، نصف 250 125، هذا الواجب، الواجب 125. وكم يقول دفعت؟ 125. اي طيب. نعم. وعندي 5000 ريال حال عليها الحول، واخرجت عنها زكاه المال مبلغ 125 ريال، اي نعم، وحال الحول الثاني على نفس المبلغ وهو ما زاد. إذا كان ما زاد وهو ناقص زكاة العام الماضي، فأنت تخرج الزكاة من الباقي، بس من الباقي فقط الموجود، ما بقي 1000. إذا خرجت منه 125 هالسنة فهو ما صار 1000، صار 975، صار 875، تزكي 875 العام القادم، واللي عبوه تزكي أنقص، وهكذا. ولذلك الشارع ينهى عن تجميد الأموال لأنها تأكلها الزكاة بالطريقة هذه، الشارع ينهى عن تجميد الأموال ويأمر باستثمارها في الحلال وتنميتها حتى ما تأكلها الزكاة. نعم. ممكن هذا للمؤمنين بعض الصالحين، ممكن كما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله، يمكن لبعض الصالحين الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى بصفاته بأسمائه وصفاته، ممكن هذا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الصالحين ممكن هذا. نعم. لكن بشرط أنه ما يكون من الخرافيين ولا من المبتدعة، يكون من أهل السنة والجماعة ومتمسك بالدين وعنده علم وفقه وعارف صفات الله سبحانه وتعالى، ما يجيه الشيطان ويلعب عليه. نعم. وقال الشيخ حضرته الله، هناك حكمه في التأثير في حديث جبريل عليه السلام، الاسلام الايمان بالاحسان. ايه، لان نعم في حكمه، لان الاسلام اوسع من الايمان، والايمان اوسع من الاحسان. وبعباره اخرى، المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة التي أفضل منها وأعلى منها الإيمان، المرتبة التي أعلى من الإيمان الإحسان، تعبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتبها حسب الأفضل فالأفضل، أو رتبها حسب الأوسع فالأوسع. نعم. من المعروف كفر الأيدي العاملة أو غير مسلمة، فعندما تدخل محلا أو تمر بالطريق فلا تدري هل هذا مسلم أم لا، فكيف يكون السلام؟ هل يسلم عليهم؟ الأصل في بلاد الإسلام المسلمين ولله الحمد، سلم. الأصل في بلاد المسلمين الإسلام. أما لو كنت في أمريكا ولا في إنجلترا ولا، الأصل فيها الكفر، الاعتبار بالوطن، وطن إسلامي أو وطن كافر. نعم. وقضية الشيخ حضرته الله،
لا ما في تشبه، يجوز بل سنة يسن للرجل أنه يكتحل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد، هذا طيب نعم، ولا في تشبه، ليس هذا من خصائص النساء، اكتحال ليس من خصائص النساء، تشبه إنما يكون فيما هو من خصائصهن خلاف الكحل، فهذا ليس من خصائص النساء بل هو سنة نعم. وأيضا فيه فائدة للبصر ومن باب العلاج أيضا نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، أرجو أن توضحوا لي الثلاثيات التي يرويها ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي يرويها ثلاثة، كون السند مكون من ثلاثة رواة، هذه الثلاثية نعم. ومن مراد السلسلة الذهبية؟ السلسلة الذهبية التي يكون رواتها من العلماء أو الثقات، من العلماء الثقات المتميزين على غيرهم، مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول هذه سلسلة الذهب، مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، هذه سلسلة ذهب لأن كل رواتها من الأئمة الثقات، مالك أحد الأئمة الأربعة، ونافع مولى بن عمر هو تابعي، وابن عمر صحابي، فهي سلسلة ذهبية نعم. يكفي، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.